بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أقدم مادة الاقتصاد الإداري لطلاب ماجستير الإدارة بجامعة السودان المفتوحة، وهذه المادة من المواد المهمة جدا لأنها تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة السليمة التي تحقق أهداف وطموحات المنشآت. هذا الكورس يحتوي حقيقة على عدد من المفاهيم الأساسية، وهذه المفاهيم تشمل ماهية الاقتصاد الإداري وأهميته، ثم الوقوف على تحليل العلاقات بين النظرية الاقتصادية والاقتصاد الإداري من جانب، ثم الوقوف على نظرية المنشأة باعتبار أن المنشآت هي المحور ومحور الاهتمام للاقتصاد الإداري من خلال الوقوف على أهداف هذه المنشآت ووظائفها الإدارية. هذا جانب. أما الجانب الآخر فيتناول اتخاذ القرارات من خلال الوقوف على الإدارة المدير و كيفية اتخاذ القرارات الإدارية، وهذا يمر بمراحل، مراحل اتخاذ القرارات، ثم نقف على العوامل التي تؤثر في اتخاذ هذا القرار. هذا جانب. أما الجانب الآخر فيتناول الطلب باعتبار أنه كل هذه المنشآت التي تعمل إن كانت تقدم خدمات أو تقدم سلع، فأن الطلب هو يعتبر القمة التي تسعى هذه المنشآت إلى بلوغها وإلى تحقيق أهدافها من خلال تحريك الطلب نحو منتجاتها وخدماتها. فلذلك لا بد من الوقوف على مفهوم الطلب وأهميته وأنواعه ومرونته، مرونة الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب حتى يتم بناء الاستراتيجيات وبناء الخطط المستقبلية. كذلك أيضا لا يكون هنالك طلب ولا يكون هنالك سلع ولا تكون هنالك خدمات إلا إذا كان هنالك إنتاج، وهذا هو المحور الرابح في هذا الكورس. وبالتالي نقيف على عوائد الإنتاج ومفهوم الإنتاج وعوائده ودواله، دوال الإنتاج وتكاليفه وأنواعه وأنواع هذه التكاليف وتحليل التكاليف، وثم نقيف على اقتصاديات الحجم والمسائل المتعلقة بتسعير المنتجات وسياسات التسعير وطرق التسعير ووفق هيكل السوق. أيضا هنالك جانب مهم جدا وهو جانب التركز والاندماج والتكامل بين المشروعات، لأن هذا أيضا يساعد في تقليل التكاليف وتقوية المشروعات بما يخدم المصالح. وأيضا سنقف في هذا الجانب أيضا على أهمية الرغابة على المخزون السلعي، لأن كانت هنالك رغابة جيدة على المخزونات ستكون هنالك رغبة جيدة على الإنتاج والمنتجات. ثم الجانب الأخير من هذا الكورس هو جانب أيضا مهم جدا وهو معايير تقييم الأداء في هذه المنشآت. سنقف على معايير تقييم كفاءة الأداء، وفي هذا الجانب لابد من تناول مفهوم تقييم الأداء، ثم الوظيفة التي يؤديها تقييم الأداء، ثم المعايير التي تستخدم في مسألة تقييم الأداء. أيضا إلى كل الدارسين في هذا الكورس برنامج ماجستير الإدارة، فإن بنهاية هذا الكورس هنالك أهداف عامة ستتحقق إن شاء الله. يستطيع الدارس أن يشرح مفهوم الاقتصاد الإداري، ثم يعرف علاقة الاقتصاد الإداري بالعلوم الأخرى، ثم يستطيع أن يشرح مسؤوليات المدير
ويصف استخدام الأساليب والطرق المتعددة في اتخاذ القرارات وتحليل الطلب وتفسير نظرية الإنتاج والعرض وتكاليف الإنتاج والعائد على الإنتاج، ثم يعدد أشكال السوق ويبين مفاهيم التكامل بين المشروعات ويشرح مفهوم الرغبة على المخزون السلعي وتوضيح أيضا معايير تقييم الأداء. نبدأ بماهية الاقتصاد الإداري. حقيقة علم الاقتصاد الإداري هو علم يهتم بتطبيق النظرية الاقتصادية، نظرية الاقتصادية خاصة النظرية الجزئية، على المشكلات الإدارية في المشروعات، إن كانت مشروعات عامة أو مشروعات خاصة. وهو بالتالي يعتبر علم للاقتصاد الجزئي التطبيقي، أي بمعنى أنه يطبق النظرية الاقتصادية في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. إذن علم الاقتصاد الإداري هو حلقة وصل ما بين الاقتصاد من جانب وثم الإدارة من جانب آخر. هذا العلم حقيقة من العلوم المهمة جدا، له أهداف، أهدافه أنه يساعد في ترشيد القرارات الإدارية، بمعنى أن تكون هذه القرارات أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا. وأيضا هذا العلم يساعد في اتخاذ القرارات وفق دراسات جدوى، حتى لا تتخذ القرارات جزافا، لابد من دراسات جدوى لتحقيق الأهداف المطلوبة. وكما إنه يساعد في رسم السياسات الإدارية المستقبلية. علم الاقتصاد الإداري هو علم مهم جدا، له أهمية لأنه يساعد في زيادة حدة المنافسة بين المشروعات، ويساعد في اتساع وتعدد المشروعات، وهو مهم لأن هنالك تغيرات متسارعة في البيئة المحيطة بهذه المشروعات وفي بيئة السوق. كذلك هو مهم أيضا علم الاقتصاد الإداري لأنه يساعد في ترابطية العلاقة الإدارية على جميع المستويات الإدارية والوظيفية. كذلك علم الاقتصاد الإداري هو مهم جدا لأن هنالك تزايد حقيقة في الأزمات الاقتصادية، إن كان في شكل تضخم أو في شكل ركود اقتصادي. هذه المخاطر وهذه الأزمات هي أيضا مهمة جدا وجديرة بأن تدرس، حتى تستطيع هذه المشروعات أن تسير إلى الأمام لتحقق أهدافها. كذلك هنالك أيضا كبر في حجم هذه المشروعات التي نحن نتناولها من خلال الاقتصاد الإداري، هنالك تعدد في هذه المشروعات. هذه المشروعات تعددها وتنوعها أيضا أدى إلى تنوع وتعدد في القرارات الإدارية، وبالتالي هذا يستلزم من علم يستطيع أن يقوم بالعملية العلمية في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة. حقيقة العلاقة بين النظرية الاقتصادية والاقتصاد الإداري هي تقوم على اهتمام النظرية الاقتصادية، بمعنى أنه بماذا تهتم النظرية الاقتصادية؟ النظرية الاقتصادية حقيقة تهتم بدراسة وتحليل الظواهر الاقتصادية التي تطال الاقتصاديات، إن كانت تضخم وإن كان كساد وإن كان ركود وهكذا. هذه ظواهر تطال كل الاقتصاديات. كذلك اهتمام النظرية الاقتصادية أيضا تهتم بتحليل كيفية عمل القوانين الاقتصادية، كيف تعمل هذه القوانين الاقتصادية، إن كانت قوانين متعلقة بالطلب، إن كانت قوانين متعلقة بالعرض، إن كانت قوانين متعلقة بسلوكيات المنتجين وسلوكيات المستهلكين وغيرها.
كذلك أيضا اهتمام النظرية الاقتصادية أيضا ينصب حول التنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية. كل المتغيرات الاقتصادية ليست على ثبات. مستويات الأسعار مثلا على سبيل المثال تتغير وتتبدل بين حين وآخر. كل هذا يهدف أو بهدف معالجة المشاكل الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة وفق قرارات رشيدة. مثلا المشكلات الاقتصادية أو المشكلة الاقتصادية تسهر مثلا بسببين. السبب الأول أن هنالك تزايد وتعدد في الحاجات البشرية، هذا جانب. يقابل ذلك ندرة في الموارد الاقتصادية، ندرة نسبية في الموارد الاقتصادية. هذا يقود إلى أن تظهر معضلة بتاعة اختيار، كيف نختار؟ لأن هذه الموارد هي نادرة في حد ذاتها وذات استخدامات بديلة متنوعة، وبالتالي لا بد لإشباع حاجات الناس في هذا الإطار. حاجات الناس متعددة ومتنوعة ومتكاملة ومتنافسة وغيرها من السمات. إذا لا بد من أسلوب جيد في اختيار البدائل المناسبة ما بين البدائل المتاحة، ولا بد من الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد، ولا بد من أسلوب جيد في اختيار البدائل المناسبة. وإذن السؤال الذي يمكن أن يتبادر في هذا الإطار، لو أرادت شركة مثلا أن تحصل على آليات لزيادة وتنويع إنتاجها، كيف تتخذ القرار بشأن ذلك؟ هل تستأجر آليات أم تشتري آليات جديدة، أم تقوم بإعادة صيانة وتأهيل لآلياتها القديمة؟ هذه معايير لا بد أن يقف عليها القائمين على أمر إدارة المنشآت. ثم لا بد من تحديد طبيعة وكمية المنتجات المطلوبة، ثم لا بد من تحليل الطلب وحالة الطلب، كيف يسير الطلب نحو هذه المنتجات. ثم أيضا لا بد من كيف يتم توسيع الإنتاج، إن كان على المستوى الرأسي أو كان على المستوى الأفقي. أيضا لا بد من تحديد الكمية المطلوبة والمطلوب إنتاجها، ولمن نريد أن ننتج هذه الكميات، وكيف ننتج هذه الكميات، وهكذا. إذن حتى نتخذ قرار مناسب بشأن آليات، أن تحصل مؤسسة أو منشأة على آليات، لا بد من هذه الإجابة على هذه التساؤلات حقيقة، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب الذي يستطيع أن يوفر آليات تخدم أهداف هذه المؤسسة. أيضا هنالك شيء مهم جدا لا بد أن نقف فيه، هي نظرية المنشأة. لأننا نتحدث عن منشآت إنتاجية، لا بد أن نقف في نظرية المنشأة على الأهداف والوظائف. فمعظم القرارات الإدارية تتعلق بالأنشطة داخل المنشآت، إن كان قرارات متعلقة بالإنتاج أو قرارات متعلقة بالتسويق أو قرارات متعددة بتحديد الأسعار أو بتحديد التكاليف إلى آخره. إذن لا بد من التعرف على المنشآت حقيقة، لأننا نريد أن نتخذ قرارات، لا بد أن نتعرف على أهداف هذه المنشآت، لا بد أن نتعرف على وظائفها. حقيقة المنشأة هي تنظيم إداري، هذا التنظيم الإداري يسعى إلى استغلال موارد الإنتاج لإنتاج سلع وخدمات، ومن بعد يتم تسويق هذه المنتجات لتحقيق الأهداف تحت هذه المنشآت. هذه المنشآت بهذا العمل هي تريد أن تحقق أهداف. ما هي هذه الأهداف؟ أولا تريد أن تعظم أرباحها من خلال زيادة
المبيعات، هذا جانب، أو من خلال خفض التكاليف. ثم تريد أن تزيد مبيعاتها، كيف يتم ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك عن طريق الدعاية، عن طريق الإعلان، عن طريق الانتشار. كذلك أيضا ونحن نتحدث عن هذا الجانب، أيضا هناك جانب مهم جدا لهذه المنشآت، وهو جانب متعلق بالنمو والاستمرار، وذلك من خلال التوسع في الأنشطة، كما وكيفا والتغطية المستمرة في توفير هذه المنتجات. كذلك أيضا من أهداف هذه المنشآت، ونحن نتحدث عن أهداف المنشآت، تحسين المركز التسويقي من خلال جودة المنتجات، تكون منتجات جيدة تنافس في السوق، ومن خلال استغلال الموارد بأقل تكاليف، وذلك للحصول على أعلى منتجات، يعني بأقل مدخلات نحصل على أكبر منتجات. وهذا يعتبر شكل من أشكال الكفاءة، لأن الكفاءة هي أقل مدخلات لأعلى منتجات. ثم أيضا هنالك جانب مهم جدا من الأهداف، هو أهداف المتعلقة بالابتكار، ولا بد من تنمية الابتكار في المنشآت حتى لا تكون منشآت تقليدية، تبتكر وتبتدع من الأساليب ما يطور في إنتاجها ويحسن في خدماتها. ثم لا بد من تنمية الجانب الإبداعي للعاملين حتى يكون عاملين مبدعين في مجال إنتاجهم. كذلك لا بد من التنمية الإدارية للكادر العامل حتى يتحقق هذا الإبداع وتزيد مهارات العنصر البشري. لا بد من التنمية الإدارية للعامل، للكادر العامل، من خلال الدورات التدريبية، ومن خلال صقل مواهبه، ومن خلال الاهتمام به في شتى الجوانب. كذلك جانب مهم جدا في هذا الإطار هو كسب رضا العاملين، وهذا يتحقق من خلال تحفيز العامل وإشراكه في الإدارة، وإعطائه الإحساس بأنه جزء من هذا المشروع وجزء من هذه المنشأة حتى تتفجر طاقاته وحتى يطمئن. كذلك نحن نتحدث عن هذه الجوانب، كذلك تشمل الوظائف الإدارية، لا بد من أن نقف على هذا الجانب، أن الوظائف الإدارية ماذا تشمل لنا؟ الوظيفة الإدارية حقيقة تشمل لنا جوانب الإنتاج، وظائف إنتاجية، أو وظيفة تتعلق بالجانب التمويلي، توفير التمويل بكل مناحيه وكل أنواعه وكل أشكاله. ثم وظيفة متعلقة بالموارد البشرية في تنمية وتطوير وتوظيف وتأهيل الموارد البشرية المتاحة حتى تقوم بأداء واجبها. ثم هنالك وظائف متعلقة بجانب التسويق وتسويق المنتجات، فإذا نجحت هذه الوظائف في أداء مهامها، هذا بالتأكيد سينعكس إيجابا في تحسين المنشآت وتطويرها وتحقيق أهدافها في المدى القصير والبعيد. إذن هناك جانب مهم جدا ونحن نتحدث عن المنشآت، هي عملية اتخاذ القرارات في المنشآت. ماذا نعني بعملية اتخاذ القرار؟ هي العملية التي تقطعنا بمواجهة المشاكل، ومن ثم اتخاذ قرارات تحل هذه المشاكل، أو اتخاذ قرارات أيضا تتعلق بعمل سياسات مستقبلية لهذه المنشآت. إذن ينبغي في القرارات أن تكون قرارات رشيدة، قرارات عقلانية، قرارات تستند إلى العلمية، قرارات تقوم على المفاضلة بين البدائل لاتخاذ البديل المناسب. إذن نحن نتحدث عن القرارات، ما هي المراحل؟ ما هي مراحل هذه القرارات؟ المرحلة الأولى
حقيقة حتى نكون علميين في اتخاذ قراراتنا لا بد أن نحدد المشكلة تحديدا دقيقا، ثم ندرس هذه المشكلة بكل أبعادها ونحللها حتى نقف على الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، ثم بعد ذلك نختار ما بين البدائل التي قمنا بتحليلها، نحلل البدائل ثم نختار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة، وبالتالي نتخذ القرار الملائم. مثلا في هذا الجانب نأخذ مثال لزيادة حجم المبيعات، ما هي البدائل المتاحة؟ يمكن أن تكون البدائل أن نزيد حجم المبيعات من خلال زيادة الإنتاجية، هذا جانب بديل، أو بديل آخر أن نخفض التكاليف أو نزيد الأسعار، هذه كلها تعتبر جوانب مهمة جدا في عملية اتخاذ قرارات متعلقة بزيادة حجم المبيعات. ونحن نتحدث عن القرارات، هنالك عوامل لا بد أن نقف عليها، هي العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات. كما هو معروف أن هنالك ندرة نسبية في الموارد، الموارد ليست متوفرة بالكم وبالقدر وفي المكان والزمان المناسب، هنالك ندرة نسبية في هذه الموارد، هنالك حالات للنشاط الاقتصادي غير مستقرة، يمكن أن يكون للنشاطات الاقتصادية أن تكون مستقرة وأن تشهد حالة من الكساد أو تشهد حالة من التضخم، كلها هذه حالات اقتصادية تسمى بالدورات الاقتصادية، فالاقتصاديات لا تستقر على حال. هنالك أيضا طبيعة الأسواق، الأسواق أيضا تختلف في طبيعتها، فهنالك أسواق احتكارية، هنالك أسواق منافسة، هنالك حالة من عدم التأكد لأن هذه البيئة بيئة متغيرة، هنالك أيضا درجة في التطور الاقتصادي، الاقتصاديات متطورة، التقنيات تدخل ما بين حين وآخر، سلوك درجة الوعي والفهم لدى المستهلكين والمنتجين تتغير، هنالك أيضا تدخلات من الحكومات في النشاط الاقتصادي إن كان من خلال ضرائب أو من خلال إعانات أو من خلال تحديد للأسعار أو تحديد للأجور، كل هذه الأشياء يعني تؤدي إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات مبنية على الدراسة العلمية الصحيحة لاتخاذ قرارات رشيدة تساعد في تحقيق أهداف المنشآت. هنالك جانب في هذا الإطار لا بد لنا أن نأخذه في الاعتبار، وهو دراسة وتحليل الطلب. فالطلب أساسا هو في تعريفه هو الرغبة ثم القدرة على اقتناء سلعة أو خدمة، وفي الاقتصاد يسمى هذا طلبا فعالا لأنه أحدث أثرا بالنسبة للمستهلكين في إشباع رغباتهم، ثم أحدث أثرا في السوق من خلال تحريك المبيعات بالنسبة للعارضين والمنتجين. فإذا هنالك أهمية في أن نقف على جانب الطلب، أهمية تحليل الطلب، لا بد لنا أن نحلل هذا الطلب لأنه يرتبط بقرارات مهمة جدا جدا لارتباطه بقرارات الإنتاج، ارتباطه بقرارات المبيعات، ارتباطه بالتكاليف. على ضوء هذا الطلب المنشآت تضع خططها، على ضوء هذا الطلب تستطيع هذه المنشآت أن تساعد على تحديد التقديرات المتعلقة بمدخلاتها وبمخرجاتها وهكذا. لكل الدارسين نواصل إن شاء الله في هذا الكورس في الحلقة القادمة، وأترككم في رعاية الله.